يو 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 ازيكم يا رفاق، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا جيت لكم من السيارة المرة دي علشان الموضوع اللي هتكلم فيه موضوع يعني مش مستاهل يعني ان انا اقعد واعمل بقى الاعدادات اللي بعملها والشغلات الطويلة العريضة اللي بعملها. بس ياريت طبعا يعني ياريت طبعا ما ننساش طبعا قبل ما ندخل على الفيديو بنعمل ايه، بنذكر الله ونقول لا اله الا الله ونوحد الله وندخل على الفيديو. يلا روحي يا بودا، انا بنت ده كل اللي طار، واي خصم في انتظار اللي عايز يطفي نار. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. شوفوا بقى موضوع النهارده كل الناس عماله تتكلم عنه وصدعونا بيه، شيرين وحسام، وحسام وشيرين، حبيب وحسام وحسام، شغلانه طويله. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، من قيمه يومين سمعت ان هم رجعوا تاني لبعض، وازاي قبلها كانوا بيقعدوا يقولوا، كانت تقعد تقول الحقوني حسام حبيب بيضربني ويضرب بنتي انقذوا بناتي والحوارات دي كلها، ومش عارف مامتها تقول ايه وتقاطع اخواتها وتقاطع ابوها وتقاطع امها وتقاطع العيله كلها. طيب ومنين رجعوا لبعض تاني؟ يعني ايه الصداع اللي كانوا عاملينه لنا في الاول ده؟ ده انا نفسي افهم ايه الصداع ده. يعني هو كل واحد يلاقي نفسه خلاص ما عادش بياكل الجو ولا عدل قيمه، ولا بقى الناس بتكيب في سيرته، ولا بقى حد مهم يقعدوا يعملوا لنا بلو في دماغنا؟ ما تخفوا علينا، انتوا اصلا مش محتاجين شهره اساسا ولا محتاجين ترندات. يعني الترندات سيبوها للناس الغلبانه اللي بتبقى عايزه تطلع ترند، اللي بتعمل حاجه عشان تطلع ترند وخلاص. كل حاجه تعلقوا لنا عليها، زي اللي كان طلع وغنى اغنيه انت شواجري، فينه دلوقتي؟ اختفى خلاص، كان ليه وقت وراح خلاص. فاحنا اللي بنطلع الناس ترندات وبنعمل الناس هيبه وبنعمل لهم قيمه، زي يعني حسام حبيب وشيرين، هما دول محتاجين ترندات ولا محتاجين الناس تتكلم عنهم؟ ده انا بتهيالي كل الناس اتكلمت عنهم، وقبلها كان كل الناس عمالين يقولوا ده حسام حبيب بيضرب شيرين، ده شيرين بتستنجد مش عارف بمين، وده شيرين حبست اخوها، ده شيرين قطعت اهلها عشان خاطر حسام حبيب. في يا جماعه انتم اي حاجه كده تعملوها وتطلعها ترندات وتفضلوا تتكلموا فيها لما تقرفوا الواحد؟ يعني ما تتكلموا في حاجات مهمة، يعني في حاجات مهمة جدا المفروض كمان تتقال او تتعمل. يعني انا مش فاهم انتم اي حاجة تطلعوها وخلاص، ترند في اي حاجة وخلاص، يعني اي حاجة كده ترند وخلاص. انا مش فاهم، يعني ما في حاجات كتيرة قوي تستاهل ان انتم تتكلموا عنها، تستحق فعلا ان انتم تتكلموا عنها. فانا صراحة يعني مش هتكلم في الموضوع ده تاني، انا مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من كده، ومش هدي الموضوع ده اكبر من حجمه، عشان كل ده كان تمثيل في تمثيل. لما شيرين طلعت وقعدت تقول الحقوني ومش عارف ده حسام ده حسام بيضربني انا والعيال، انقذوا بناتي وما انقذوا بناتي، حلو. طيب ومنين كان بيعمل كل ده وضربك وبيهينك وكل ده، ومنين ترجعي له تاني؟ على اي اساس؟ الا ايه بقى لو يعني انت كنت بتعملوا كل ده عشان بس يعني ايه تتشهروا وتتعرفوا اكتر، او الناس تتكلم عليكم اكتر، او تبقوا انتم الحديث المدينه. فانا مش هكتر في الموضوع ده، مش هتكلم فيه تاني ولا عاد لي دعوه، اصلا كلهم ممثلين، اصلا بيمثلوا على الناس علشان يوصلوا للي هم عايزينه وخلاص. فانا مش هشغل بالي بيهم لان عارف ان كله تمثيل في تمثيل وبس. فكان ده حاجه بسيطه، على ما ان شاء الله ارجع لكم تاني بفيديو تاني باذن الله. وكان عندي بس تعليق بسيط، هو احنا مش كنا خلصنا من المهرجانات دي ولا في مصر دي ولا ايه؟ ايه مهرجان القاهره اللي بيتعمل وايه الحاجات دي؟ احنا مش خلصنا منه ولا كان بس مدة فترة بسيطة وخلاص؟ يعني انا مش فاهم. انا هعرف لكم حاجات عن مهرجان القاهرة ده وهقول لكم. والله يعني انا مش عارف انتم يعني ايه بالظبط، انا مش عارف.
يلا يا جماعة خدوا بالكم من نفسكم واستمروا على اللي انتوا بتعملوه، محدش ييأس وان شاء الله هتوصلوا اللي انتوا عايزينه. واقول لكم باي.